طيب هل في يعني لاعب معين انت شايفه حضرتك لازم ينضم للزمالك خلال الصفقات؟ يعني انت تقول للمسؤولين او تنصحهم في الزمالك؟ انصحهم ان يعني ونجم ما يجيش، حمدي النجاز ما يجيش، حمدي النجاز رايح نفسك، جه وهيمضي بكره. طيب رايح نفسك، يبقى دي لجنه بالذمه يعني. بس لا لا يعني هي بقول لك استهدى بالله. طب استنى بس استنى، ما لا لا اتنين محترفين. استنى ما تخلينيش اشد في شعري. مش في مكان واحد شعرك، بس امسك لسانك شد في شعرك. لا يعني دول فين الرؤيه الفنيه بقى؟ عادي اذا كان في فاروق جعفر هتعدل حضرتك، هتعدل على فاروق جعفر؟ اعدل عليه. لا ايوه اعدل عليه. لا 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 معلش معلش، لا يعني فاروق جعفر ده رمز ماشي ولعيب كره على دماغي ومثل الاعلى. طيب. انما رؤيه فنيه لا طبعا. لا طبعا. لا 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 طبعا. مدرب كان واخد 2 دوري وهو مدرب مع ديب مكاي، مش عارف حضرتك كنت موجود باين صح؟ ربنا يستر بس السنه دي وان نادي الزمالك ما يروحش في الوباء. انا بقول لك اهو بما يرضي الله. يعني انت محسسني ان نادي الزمالك ده كان بيصارع من اجل البقاء الموسم اللي فات. كان في المنطقه الدافئه. نادي الزمالك بطل الدوري السنه اللي فاتت عشان الاهلي وحش. الموسم عشان الاهلي وحش. الاهلي وحش. لو الاهلي كان كويس. لا لا الاهلي لو كان كويس كان هيفرق بحوالي 10 12 بونت. اللي بنط اللي هي ضيعهم ده اللي هو ماتش المحله. طبيعي. ماتش لا معلش معلش ده في ماتشات برضه، ماتش المحله ماتش اسوان طبيعي. لا الماتشات اللي الزمالك تعادل فيها ايه او الهزايم ايه؟ وكان وحش جدا وكان يستاهل الهزيمه. ما طبيعي. لا انما احنا بنتكلم مثلا على ماتش زي ماتش الاسماعيلي اللي خسر الاهلي الدوري ده بعد ما الجون دخل فيه وبعد الغلطه بتاعت التغييرات والكلام ده. النادي الاهلي اخر ربع ساعه لو في حظ كان كسب 4. لو ربنا بقى هنا، عشان كده بقول لك العنايه الالهيه. والنادي الاهلي معروف عنه الكلام دوت ان هو في الدقيقه من الدقيقه 90 وانت طالع بيجيب اهداف الفوز وياما. بس هو كان في حاجه غلط، فعشان كده ربنا ماشي. ايه المشكله؟ ما طبيعي. ايوه يبقى انت فلتت بالدوري. اسمعني بس، انت فلتت بالدوري. اسمعني لازم بقى. مش انا اللي فلتت بالدوري. لازم السنه دي تجيب صفقات عشان تحافظ على الدوري، عشان ما تبقاش مره وتقعد 10 سنين تاني قبل ما تاخد كابتن الدوري. رضا، هو في فرق ما بين لعيبه الاهلي والزمالك عن بقيه الانديه السنه الفتره؟ لا مش فنيا. الفتره دي لعيبه الاهلي اللي هي كان بيتميز بيها الروح مش موجوده. ماشي، كانت موجوده الشخصيه عن الزمالك. لا 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 الشخصيه ايوه يعني فازت تمام مباريات متتاليه ما يبقاش عندها روح يا راجل. ده البنك طبعا. الاهلي اسمعني بقى عشان بس ما نلططش في الكلام. البنك الاهلي اللي هو البنك الاهلي متعادل ماتشين. الزمالك اللي هو خد بطل الدوري خسران ماتش من الاهلي ومتعادل ماتش. طب ايه المشكله؟ يعني لو كان في مواجهات مباشره كان الاهلي ياخد الدوري. ما تقعدش تقول لي لو مين بطل الدوري دلوقتي. بطل الدوري نادي الزمالك. اللي انت عايز تمشي نص الفرقه نادي الزمالك، وانا عشان اللي انت عايز تمشي نص الفرقه. ايوه عشان ما يصلحوش. ده متداريين هو عدد وخلاص. وانا هيبقى جايب عدد وخلاص. هو الاسم ان هو يلبس فانيله نادي ده. نادي الزمالك ده لما كان حد اي حد بيلعب فيه كان بيتمنى ان يلبس فانيلته او يمشي من جنب نادي. اكيد طبعا. انما دلوقتي كل من هب ودب ده في ناس بتلعب في الملعب وربنا ما هوش عارف اتباصي. وربنا ما عارفه تباصي، ما بتعرفش تقف في الملعب. انا مختلف معاك. طب قول السؤال ويرد على نفسك. انا مختلف معاك. قول السؤال ورد على نفسك. لا انا بخليك كأن انا مش قاعد. لا ازاي انت قاعد؟ انت قيمه كبيره واسم كبير. انا ما تقعد تقول لي بقى مش عارف يا حبيبي. لو انت كلامك مهم جدا جدا وانا مختلف معاك. بص، لو انت ما دعمتش كنادي الزمالك السنه دي هيبقى عندك صعوبه في المربع الذهبي. هو لازم نجيب صفقات وخلاص. لا يا حبيبي، صفقات انت محتاجها. يعني انت لازم تجيب راس حربة للزمالك. راس حربة هو اللي هيجيب لك جول. ان يحافظ على استقرار فريقه. استقرار ايه؟ ولاعيبه ما تعرفش تباصي. خدت الدوري خلاص. خدنا حافظ على الناس المهمه قوي ودعم معاهم ناس تانية تشيل معاهم، مش تبقى كماله عدد. الزمالك فيه فلوس
عشان يعمل اللي حضرتك بتقوله ده. طب ما انت راح تجيب النجازة اهو، وراح تجيب اوناج بعملة صعبة، وعندك سيسي ابنك اللي هو متربي في حضنك وهيجي لك ببلاش، انت مش عايزه. قالك إن... لا هو ما قالش. طب سيسي ده لو ما راحش الاهلي وكسر الدنيا، ليه ما راحش الاهلي؟ هيروح الاهلي، هيروح الاهلي الفترة اللي هي بتاعت يناير، ربنا هيشفيه وهيرجع، وهيرجع هو فاضل له